ويأتي انعقاده بما تشهده الدول من تطور ملحوظ وتسارع في التكنولوجيا الرقمية. قد أصبح الإعلام الرقمي محور الحياة المعاصرة، وله أهمية كبيرة باحتواء قضايا الفكر والثقافة، ولا يطلق عليها ثقافة التكنولوجيا أو ثقافة الميديا. وأصبح مستخدمو الإنترنت في العالم في تزايد مستمر في ظل ثورة الإنفوميديا، والتي تتجسد في الدمج بين وسائل الإعلام والاتصال. فالقنوات التلفزيونية أمكن لها أن تبث برامجها عبر الموبايل، وبذلك استطاع الإعلام الرقمي أن يفرض واقعاً مختلفاً على الصعيد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي. فهو لا يعد تطوراً فقط لوسائل الإعلام التقليدية، وإنما هو وسيلة إعلامية احتوت كل ما سبقها من وسائل الإعلام. نوع من العصف الذهني، كيف يمكن أن نحد من هذه؟ عملت محاضرات وفي الفنادق والأماكن العامة تجد من يأتي إليهم فوق 30 و40 سنة، بينما نسبة الحوادث تقع بين 18 إلى 22 سنة. فكانت الفكرة أن تذهب إليهم في الأماكن اللي نسميها يعني يستعرضون فيها، أن تقيم لهم معارض، أن ليس فقط أمور نظرية، أن تضع لهم مثلا حوادث السيارة التي دمرت كيف كانت، الأسرة التي فقدت أطفالها كيف كانت. لذلك حتى في مجال الإعلام نحن بحاجة إلى تقديم قدوات نماذج حقيقية يذهبون إلى الأطفال في مدارسهم في أماكن تواجدهم، نقدم لهم العناصر الإيجابية من الشباب أنفسهم ليس فقط الكبار، يعني حتى الفاعلين اليوم المؤثرين من الشباب. السوشيال ميديا كانت عبارة عن مواقع للتواصل الاجتماعي، بدأت بفيسبوك، صار عندنا تويتر، ودخلنا بعصر جديد وعهد جديد من التواصل. وأبرز تحدي كبير بالنسبة لموضوع الرصد الإعلامي. الرصد الإعلامي أنا بهمني أعرف شو يقال عن مؤسستي، فأنا ممكن أكون عبارة عن دولة أو أكون مؤسسة حكومية تخدم المواطنين، أو ممكن أكون شركة فيها دائرة علاقات عامة أو تسويق. كل هاي الانتيتيز او الجهات بحاجه الى السوشيال ميديا، بحاجه الى رصد كل ما يقال عنهم سواء على التلفزيون او على الانترنت بالمواقع الاخباريه او بشبكات التواصل الاجتماعي. حكيت امبارح انا في الورك شوب انه لعبه الشطرنج اهم قطعه عندي الملك، اذا راحت قطعه الملك فعليا راحت لعبه الشطرنج. والجندي والوزير والقلعة والفيل هاي عبارة عن تولز. نيجي نوظف هذا الشيء على الديجيتال، أهم قطعة أو أهم كومبوننت عند الويب سايت وما تبقى السوشيال والسي او والبي بي سي والأور. تقنيات الديجيتال هي في النهاية أدوات، وجود السايت ضروري جدا، ما بغني التطبيق ما بغني عن الويب سايت. وصلت إجابتنا.